صباحكم فل، مرحبا بكم على قناة الحوار التونسي في حلقة جديدة وصباح جديد. اليوم الأربعاء 18 مايو 2022، كالعادة نتلاقاو كل يوم الوقيتة هذه، ما تنساوش الغوديفيزيون الإعادة ماضي 3:30، وزادة كيف تعادوا تفرجوا فينا في الليل. نسلم برشا على برشا من التوانسة خارج تونس اللي تابعونا ويتابعوا في الإميسيون، والتوانسة كيف اللي في كامل ولاية الجمهورية ديما صباح في الموعد مع برنامج نهاركم فل. شنو المواضيع اللي عندنا في حلقتنا لليوم؟ اليوم في ليكسبير دو جور نحكيو على التوندونس في الصيف هذايا بالنسبه للظوافر اللي ولاو سيغتينمون نعطيهم اهميه كبيره. لي كولور تبارك الله فما ان لارج شوا، شنو التوندونس السنه في لي فورم في لي كولور، شنو اللي نجم يواتيكم نصيحه جديده اليوم في ليكسبير دو جور بعد شويه ان شاء الله في نهاركم فول. سينون في روبريك فاميلي اليوم نحكيو على واحد من بين اكثر اسباب الطلاق في تونس، وكنا حكينا على الموضوع هذايا بالاحصائيات في حلقات سابقة. دونك من بين ثلاثة أسباب أولانيين نلقاو الخيانة الزوجية، نلقاو زادة العنف الزوجي، ونلقاو كل ما هو عنده علاقة بالماديات. هل مهم أنه الكوبل قبل لونجاجمون في فترة التعارف والخطوبة يحكيوا بكل صراحة على السوجي هذوما بين ظفرين يعتبروهم تابو، باش نبعدوا على كل ما هو يمكن دي مالونتوندو من بعد، باش ما يصيرش الطلاق بعد ما يعيشوا مع بعضهم تحت سقف واحد. خرجنا للشارع التونسي في ميكرو تروتوار وطرحنا عليكم السؤال هذايا، نسمع بعد شويه شنو قالوا التوانسه في الموضوع، وكيف مع مختص في الموضوع ناخذوه معنا في البلاتو ونحكيو اكثر في روبريك فاميلي. سينون بدل حياتك اليوم نحكيو على الزونا ولا العنقود نقولوا له احنا بالدارجه التونسيه اللي يظهر في الجلد، شنو الاسباب نتاعو وكيفاش طرق العلاج. نحكيو باكثر تفاصيل على الموضوع هذا كيف اليوم في بدل حياتك في برنامج نهاركم فل. مغي ما ننساو مع ليكيب زانيمو الناس اللي مغرومين تربية الحيوانات، كونسي اون انيمالري افيك نوتر بارتنير زانيمو، وزادة نصيحة فيتنس نوتريسيون مع كاليفورنيا جيم. البداية تكون مع شيف دالي، صباحو لي ونشوفوا المنيو نتاع اليوم. نهارك فول شيف، مرحبا ليندا، شنو حوالك؟ سافا 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 لاباس، صبحت اليوم كالعادة ديما في فورما كالعادة كالعادة. ان شاء الله نهارك فل عايشك، وان شاء الله ديما هكا عامرة بالقضية تعجيت المارشي صباح. بيان سور قضية في المارشي، خضرتنا الفريشكا ديما كالعادة، وبعد نبدا في المنيو. دونك المنيو نتاعنا مش يكون ساهل وبنين اليوم، وفي ساعه في ساعه يحضر ديما في ساعه لازمنا نعملوا منيو، لازم حاجه بنينه افيكاس وفي ساعه تحضر. باهي، اول حاجه عندنا الفولوتي نتاع عدس. دونك عندنا فولوتي اللي باش نرحيوه مش شوربه، فولوتي اللي هو فيه البصل، فيه السفنالي، فيه القرع الاحمر، وفيه زاده كيف العدس فيه العدس هذا الكل. بيان سور باش نعملوا مغرفه نتاع جولتينا ومغرفه نتاع الزيت، الكل باش يتسوتيو مع بعضهم ونمرقوهم ونحطوا الدجاج نتاعنا. تخي بيان بالفولاي باش تعمل فوالا، ومن بعد ترحيه معاه دجاج. بالدجاج لا، الدجاج باش نحيوه وحده نفتفتوه ونرحيوه الشربه. باهي، ومن بعد عندنا هاشي برمونتي. هاشي برمونتي اللي هو باش نعملوا صوص بولونيز اللي هي فيها اللحم مفروم تاع كوستيليا، وفيها زادة كيف تومات دوبل كونسونتري تاع سيكام، وتومات ليون كوب زادة كيف حبق قرند، ملح وفلفل اكحل، وتفويحه بالكدا بالثوم زادة كيف. ومن بعد باش نعملوا فرشه ملوطه تاع صوص بولونيز، باش نزيدوا فوقها بطاطا بيوري، تبدا بيان سور مفوحه بملح وفلفل اكحل، باش نزيدوا عليها زادة كيف مغرفه تاع جولدينا. هذوما الكل باش يتخلطوا بالكدا كيما البيوري، نحطوهم من فوق وتشخشيخه بالكدا نتاع فرماج مريح. دونك باش نختاروا المره هذي تخو فرماج ولا اي نوع نتاع فرماج اللي عندنا، وندخلوهم للفرن يعملوا الجراتيناج نتاعهم. باهي، ومن بعد في الديسير عندنا اليويو. دونك عندنا الفرينه ولا تونسي، عندنا الفرينه نتاع ليبيدور، عندنا الخميره والسكر اللي بنكهه الزهر اللي تحبوا انت نتاع فانواز الجديد زاد هذاك كيف باش نحطوه في العجينه نتاعنا، ونعملوا الشحور ونطيبوا كعبات اليويو نتاعنا. هي منو باهي معناتها متنوع تبارك الله فيه كل شيء. باش نبداو اول حاجه شنو؟ اول حاجه الشربه. باهي، نعملوا طلع على احوال الطقس ونرجعوا معاك ونرجعوا نبداو مع الفولوتي نتاع العدس، احوال الطقس والتوقعات الجويه لنهار اليوم في الميتيو، ومن بعد نرجعوا.
رجعنا مره اخرى للكوجينه بحذا شيف دالي باش نلانسيو معاه الفلوتي تاع العدس. دونك انا نعملو الحقيقه اما بالعدس كوغاي الاحمر. هو وشو الفرق بيناتهم؟ بون هو الاحمر فيسا فيسا يتيب ويذوب ما يقعدش الكيسر يعمل ليزون. الاصفر اقل شوي والاخر الفيولي اقل منها. اي اللي بقشرته يعني اللي بقشرته. دونك احنا لهنا عندنا الحاجات اللي باش يعملوا لنا الليزون اللي هما السفناريا والقرع الاحمر. داكوغ دونك هذاك علاش نحطوا شويه برك عدس. باهي الاصفر مش باش يعمل ليكيليب. هذا هو هذاك علاش ديما المارياج تاع الحاجات ليزانغريديون في الكوجينه ما يعرفهم سرهم كاين الشيف. دونك انا كي نعمل نحط شويه السفناريا ما نحطش القرع الاحمر. السفناريا والقرع الاحمر اكثر حاجه انديسبونسابل. بنينه ياسر نزيد نحطوا معهم كعبه بركه نتاع كلافس هذيك يبدا الكوت سيلوغي وبعد نخرجوها وبعد نحيوها. والا كان نحبوا نجمو نقصوها ونرحيوها معاها. دونك باش ناخذوا جولدينا لهنا. دونك عندنا جولدينا بلوس باهي ومش نعملوا مع مغرفه الزيت مش نعملوا مغرفه جولدينا اوميغا 3 باهي وانا مش نعملوا مغرفه لهنا. تري بيان. باش نحط البصل زيدا بيان سور. أول حاجة ديما نبداو بها في الفولوتي نتاعنا، أي فولوتي كسوا نتاع سبنيخ نتاع متخاف نتاع أي حاجة ديما البصل من الأول. نزيدوا عليه كعبات سفناريا ونحطوا ال ونخليهم يتسوتيو بشوية بشوية. داكوغ باهي. أنا الغوسيت اللي نعملها ما نعرفش صلح لي شيف. قول لي. لعل عندي أغلاط في نحط أفخوا البصل والمعاه العدس هذيك الكوغاي. ماذا بيك تبدا ديما ماذا بيك ديما في الفولوتي ديما البصل ولا الكراس هذاك البواغو ديما يتسوتا بالاول في شويه زيت ولا مارغرين باش يسيبك البنه نتاعو سورتو البصل والبنة. باهي دونك نخليه شويه يتقليو مع بعضهم بعد كي باش نزيدوا البقايا نخليهم مع بعضهم ومن بعد باش نزيد عليهم زاده كيف كيف العدس وباش نزيد عليهم طرفين صغار نتاع قرع احمر. باهي هذوما الكل باش يتسوتيو بالقدي بالقدي. تري بيان. باهي شيف. دونك هذايا بالنسبة للفولوتي نتاعنا. بعد الدجاج تلحقوا بعد. توا باش نحطوا الدجاج. جوست من الأول نسوتيو شوية الخضرة ومن بعد باش ناخذ طرف نتاع الدجاج. المرة هذي اخترنا بلون دو بولي. باهي. باش نحطوا ثلاثة طروف اللي هما من بعد باش نفتفتوهم في وسط. تري بيان. فوالا. نخليهم شوية ونمرقوا بعد مش توا. الفيح نتاعنا اللي هو شويه ملح ردوا بينا الملح وشويه فلفل اكحل وردوا بينا ما ننساوش الثوم. يجي فيه النواد موسكاد ولا من بعد كي نرحيو في الاخر بعد كي نرحيو نحطوا شويه رشه نتاع نواد موسكاد. باهي تخي بيان. باهي هذوما الكل يتسوتيو بالقدا بالقدا ومن بعد نمرقوا على رواحنا. بعد كي نمرقوهم دونك ديجا الفلوتي نتاعنا شد الثنيه نتاعو وحنا نتخطو نمشيو نعملوا طلعه على كاليفورنيا جيم ونرجعوا معك شيف كي العاده نوتر بارتنير كل يوم نصيحه جديده مع كاليفورنيا جيم الناس اللي مغرومه بالسبور واللي باش يتغرموا اكثر كي يتفرجوا في الروبريك هذيا يجاوب على كل تساؤلاتكم نصائح لممارسه الرياضه بطريقه صحيحه وصحيه وكيف كيف نصائح في النوتريسيون في كونسي جيم باي كاليفورنيا جيم ومن بعد نرجعوا. الناس الكل مرحبا بكم في حلقه جديده من كونسي جيم باي كاليفورنيا جيم. معكم كالعاده لو كوتش مكرم خوي. البان سي فو هو سي ان اكزرسيس بور لي بيكتورو اي اوسي بور لي دورسو. في طريق النوتريسيون تاع اليوم اون فوزا شوازي كوم سوجي لي زولياجينوز اللي هما الفواكه الجافه. نصيحه في تنس اليوم جو فو بروبوز لانتيغراسيون دو لا كونتراكسيون اكسنتريك في لونترينمون تاعنا.
Allez, ensemble, pour faire monter la fréquence cardiaque, 1, 2, 3. Yes! Regardez nous alors, 1, 2, et on renforce les muscles. On brûle des calories. Ensemble, come on, come on, come on. Jump kick! Polo Eli, pullover est un exercice pour les pectoraux. Eh bien, c'est faux. Oh, ouais, c'est un exercice pour les pectoraux et aussi pour les dorsaux. Il y a plus de partie dorsale selon l'amplitude et l'exercice interne. Donc, si vous voulez solliciter plus les pectoraux, suivez l'amplitude Eli. Sinon, quand vous voulez les dorsaux, suivez l'amplitude Eli. Voilà, c'est à vous de choisir. La nutrition تاع اليوم on vous a choisi comme sujet les oléagineux اللي هما الفواكه الجافه كيما النواه les amandes noix de cajou c'est à vous de voir selon vos préférences هنا نجمو نستهلكو في النهار 45 غرام l'équivalent de 2 cuillères à soupe et ce 3 fois par semaine كان نحبو نستهلكوهم كل يوم on peut prendre une seule cuillère à soupe par jour. Les vertus de la pression artérielle a été démontrée au Vedalcool grâce à leur richesse en potassium, magnésium, antioxydants et les fibres aussi. Dans le fitness aujourd'hui, je vous propose l'intégration de la contraction excentrique pour l'entraînement interne. Pour que je sois plus facile, pour le tafsir de mon travail, nous allons faire un exercice de développé couché. Le moment de pousser, c'est la phase concentrique. Nous faisons le mouvement et la rajabi ou la phase négative. Nous faisons le barre volontairement. Nous faisons le barre le muscle fait contraction, fait l'aller ou fait retour. Nous en activation totale tout au long de la phase. Mais nous faisons le barre intérieur. Nous faisons le développer une force interne. Nous faisons le barre intérieur. Nous faisons le méthode intérieur. خاطر بويسكو باش نخليو برشا الميسكل نتاعنا سيغ شارج معناتها باش يكون عليه برشا كونتراكسيون اوتوماتيكمون لازم برشا وقت راحه. ان شاء الله نكون فاتكم المعلومه هذيا. يا تخي بيانتو. كاليفورنيا جيم تربحك كل جمعه ان ابونمون بلو باسبور دو 3 موا باش تشارك وتربح جاوب على السؤال اللي تلقاه كل يوم على الباج فيسبوك كاليفورنيا جيم. رجعنا معكم مرة أخرى في نهاركم فل شوية خير باش نمشيو لإكسبير دو جور نحكيو على موضة سنة صيف سنة 2022 في الظوافر شنو هما لي كولور اللي طالعين لي فورم اللي نمشيو مع فورمة اليد لي كونساي الكل ناخذوهم بعد شوية ما قبل خلينا نقدموا شوية في المنيو مع الشيف دالي بعد ما لنسينا الفلوتي نتاع لي لونتي نتاعنا باش نمشيو للحاجة الثانية اللي هي فوالا انت تو نبداو في العجينه اليويو نتاعنا اللي هي سهله برشا عندنا 3 كعيبات تاع ضم وعندنا 400 غرام فرينه نتاع ليبيدور دونك باش ناخذوا فرينه ليبيدور باهي دونك لهنا باش ناخذوا 400 غرام فرينه 400 غرام فوالا 400 غرام بالضبط الحكار بالعين كالعاده فوالا وباش ناخذوا معاهم 3 كعيبات عظم كي تبدا انت ليندا دخلت لنا الخليط نتاعنا ما دام انا صبيتك لي زانغريديون الاخرين باهي باهي وباش نزيدوا عليهم شويه سكر كيف كيف دونك نخلطوا بالكدا وتوا ليندا لهنا عندنا باكو خميره نتاع جاتو لهنا فانواز وعندنا زاده كيف كيف السكر هذا اللي تحبوه انت اللي هو سكر بقول الزهر فوالا باهي دونك يبان لنا برشا هذاك علاش انا مانيش نحط الزيست نتاع البرتقال في وسط العجينة اليو خاطر هو ديجا هذاك ريحته بنينه فايحه على الاخر فوالا ينحي لنا اي صفوريه نتاع ضمي نحيها هذه بالفلور دورانجي وي ولهنا عندنا كاس نتاع حليب وكاس نتاع زيت هذوما باش نخلطوهم مع بعض دونك هنا كاس نتاع زيت كاس حليب وهكاك عجينتنا تكون حاضره باهي تري بيان دونك هذه الحليب فوالا الزيت نزيدو كاس حليب لهنا صب الكل نصب وشطره مش لا زيد شويه بركه هذاك يتسمى كاس ولهنا
باش نخلطوا العجينه نتاعنا بالقدي بالقدي، خليوها ترتاح شويه. خليوها ترتاح شويه تري بيان مدام. والشحور نتاعنا اللي هو ساهل 200 غرام سكر عليهم 100 غرام ماء، كيما على خد صحفتين ماء عليهم صحيفه ماء، دونك بالميزان كل شيء تري بيان. عصيره قارص ونخليو السكر نتاعنا يمشي بشويه بشويه حتى لين يولينا شحور عارف. يلا خليك شايف كامل ميل البات نتاعك لو طون اللي ترتاح. احنا باش نمشيو نبداو نستقبلوا ضيوفنا في حلقه اليوم من برنامج نهاركم فل، ليكسبير دو جور توندونس سني في لي كولور في لي فورم تاع ضيوفنا الصيف 2022. باش نحكيو على الموضوع اليوم في ليكسبير جور، تحضر بحضنا منال تليلي بروبريتير دو لا مارك دونغلوري مانو نيلز. منال مرحبا بك. يعيشك. نورت اليوم في البلاتو. مرحبا بك. سي دور دتر بروبريتير تاع مارك دونغلوري، خاطر اول حاجه نغزو لها ضيفك. بيان سور جوستومون لازم ديما ضيفنا مكدوتي. ان توكا حلوين. ميرسي يعيشك. نورت اليوم في الاستوديو وميرسي اللي باش تعطينا اليوم نصايح ودي كونسيي باش نعرفو نختار اون في لو بون شوا بالنسبه للي كولور السنة. جيسيف 2022 الحقيقه كل صيف نراو توندونس نتاع الوان جديده، فما اللي يقعدوا يتزادوا عليهم وفما اللي يظهروا جدد. السنة اش عندنا جديد؟ جوستومون نحنا ديما كل عام نقعدوا نستناو شنو فما دي كولور توندونس كيما في اللبسه كيما في الديكوراسيون في كل شيء بيان سور في الضويفر لا ميم شوز. مي لي كولور توندونس نتاع السنة إن شاء الله لي كولور باستيل. لي كولور باستيل هما ديجا موجودين من قبل، أما زدنا عليهم دي كولور جدد. باغ إكزومبل عام ناول كان عندنا أكثر حاجة لو بلو باستيل إي لو روز باستيل. السنة زدنا لو جون لو فير لو فيولي، إي سورتو فما أون كولور توندونس اليوم غير منازعة اللي هي لو فيري بيري اللي هو سيت أن فيولي أم موف باستيل فلاشي شوية. دونك سيت أن ميلونج بين باستيل إي لو فلاشي. هذه لا توندونس نتاع هذه لا توندونس نتاع ديجا رينا حتى في الحوايج اللبسه الكولور هذه موجوده هذو بيان سور اي سني سي لا كولور دو بخلاف لي كولور الاخرين لورانجي الفوشيا وكل شيء لورانجي والفوشيا لي كولور ديجا اللي موجودين في الروبا نتاعي معناتها انا سهلت لك عندي لا باليت تورينا لي كولور اللي ماشيين بيه. دونك هوني كي نحكيو على لي كولور توندونس هذول نجموا سو بيرميتو في الصيف خاطر معناتها لا سيزون دو لا غيتي نتاع الفرحه نتاع الالوان معناتها نمشيو اكثر للفاتح. ديجا نحن لازمنا توا نخرجوا من لورديناير شويه خاطر المراه توسي اون جينيرال الي ان بو كلاسيك ماهيش ما تميلش برشا لي كولور. توا قاعدين نشوفوا فما دوموند اكثر في لي كولور غي دونك قاعده هكا تتبدل شويه ال اوز نشوفوا زاده دي كولور باغ اكزومبل في اليد مش لازم نعملوا اون سول كولور نجمو نعملوا 3 4 كولور في يد واحده دونك فوالا جوستومون على ذكر وانت تبارك الله اكسبيرت في الدومين هذايا اللي يعملوا هكا لي 3 كولور اسكو فورسيمون لازم نريسبكت اون سيرتين ريغل دو ديغراداسيون ولا سي اليتوار؟ بيان سور لازم كو ميم فما ان مارياج دو كولور مزيان يعني ما لازمش نخلطوا دي كولور اللي ما تمشيش مع بعضها. لازم فما اون ديغراداسيون ولا نمشيو في ان سول تيم هكاك ما نهربوش برشا حتى الكونتراست يبدا قوي برشا ما يبداش حلو. دونك دو بريفيرونس نختاروا دي كولور اللي يمشيو مع بعضهم. دونك طون يكون ديغراداسيون نتاع طون والا فرد عائله كيما قلت لك فرد باستيل مثلا جوستومون باغ اكزومبل نجمو نمشيو سوا كلهم باستيل ولا نمشيو كلهم فلويو. دونك نحاولوا حاجات يبداو قراب شويه لبعضهم. مي سينو ابار لي كولور توندونس فما زيد دي ستيل نجمو باغ اكزومبل لا فرانش اللي هي اون بوز انتمبوريل توا باش نحسنوا فيها ولا ريفيزيتي كوا. دونك توا نجمو نعملوا زيد الفرانش كل كولور كل ظفر كولور والا نعملوا الفرانش انفيرسي اللي تجينا من اللوطا مش في في البو دو لونكل. داكور في اللوطا مظفر هكاك في اللوطا مظفر وبعديك نعمل اون كولور كلير من فوق. سينو زيد نجمو نعملوا فرانش بايتي
دونك مش بالبلان اسني باش نخرجوا من لوردينير نحاولوا هكا نعملوا حاجات اون لون باغ دو جوا جوستمون باش نحكيوا على لي فورم حسب التقليب مع ليد شنو دو بريفيرونس اون ادابت مع قبل كي نحكيوا على لي كولور اسكو فما لون بشره باغ اكزومبل يمشيوا معاه الوان اكثر والا ليد البيضار ليد السمراء ليد اسكو فو كونسيي معناتها الوان معينه ولا بيان سور فما دي كولور كي نعملوهم اون رماركه اللي ليد غمقت شويه دونك نحاولوا ديما نختاروا الكولور اللي كي نعملها تفتح لي شويه يدي باغ اكزومبل في اليد تبدا برون لازمني لهنا نعمل دي كولور نبعد شويه على اللي فيهم البلو دكور حتى البلو ديجا باش يزرق لي شويه يغمق شويه اليد دونك بيان سور نحنا عندنا ديما كي نمشيو دون ان بار اون كل ديما يبدا فما دي كولور اون اساي نشوفوا الكولور اللي باش تغمق لي يدي والكولور اللي باش تفتح لي يدي وماذا بينا نمشيو حاجه هكا تضوي اليد شويه De plus en plus. D'accord. Mais tu as la forme, خاطر تبارك الله زاد كيما لي كولور حتى في لي فورم معنا لومباغا دو شوا. Est-ce que فما حاجه معينه طالعه سني ولا on peut choisir اللي يمشي مع يدنا بلوتو؟ Exceptionnellement سني. نحن كل عام نشوفوا اون فورم تبدا خارجه اكثر من لي فورم الاخرين. عملناه والعام اللي قبل زاد كانت البالغين هي لا بلو دوموندي. البالغين اللي هي لو ميلونج انتر لاموند مي من فوق تبدا كاري. Mais ce n'est les formes alcool sont à la mode. Oui. Même hata li dwafirhom qsar w ma yhabouch ytawlou dwafirhom. Kif kif sni zeda les ongles courts sont tendance zeda kif kif. Donc ma famesh forme à la mode akther men l'okhra. Idha kalech nansah bach kol wahda ta3mel el forme li temchi ma el morphologie nta3 yedha. D'accord. اكزامبل كي تبدا اليد كبيره خشينه شويه دونك لهنا لازمني نحاول نعمل حاجه اللي تفين لي صفر ما نجمش باغ اكزامبل نمشي في الكاري برشا هكاكا باش تحط اون فالور الخشن تاع اليد هذيك كيف كيف كي تبدا يد فينو برشا وصويبع طويل ما نمشيش برشا في الاموند والبوانتو sinon je t'attigne هكا حاجه un peu dur justement دونك ديما نحاولوا نلقاو حاجه اللي تمشي مع الفورم تاع اليد فوالا دونك هذوما تقريبا الحاجات اللي توندونس سني بور فينير اذا كان عندك ان كونساي باش تعطيه للنساء اللي يتفرجوا فينا في لي سوان تاع ظفرهم بصفه عامه شنو تنجم تقول؟ بيان سور ننصح كل مرة تونسية باش تلهي بيديها على خاطر ديجا نحنا التوانسة نستعملوا برشا يدينا كي نحكيو أي عبد باش يبدا مقابلنا راهو باش يغزر فورسيمون لي ليدين أي سيغتو اللي توا لا دوموند كثرت على لونغلوغي وعلى الضويفر دونك ولينا أون غومارك المرة اللي عاملة ضويفرها من المرة اللي مش عاملة دونك ميسالش أوزي دي كولور فما دي كولور ياسر بروفيتي بيان سور كهو فوالا يعطيك الصحة منال ميرسي على لي كونساي دونك الصيف السنه مش باش يتعبوا برشا تبارك الله فما شويه اون ليبرتي دو شوا في لي كولور في لي فورم دونك اكلاتي فو اوزي لي كولور وان شاء الله يتعدى الصيف مزيان حاب نشكرك منال يعطيك الصحه منال تليلي بروبريتير دو لا مارك دونغلوري مانو نايلز اللي سيغتينمون فماش واحده مشات للصالون نتاع اونغلوري ولا اونغلوري بار اونغل وما لقاتش لا مارك مانو نايلز الكلنا استعملناها والكلنا نعرفوا قداش le produit mahlé vous êtes kif kif عندكم plusieurs couleurs في الجامه نتاع كوم جوستمون توا on vient de lancer la nouvelle gamme mano خاطرنا احنا في بيريود نتاع الكوفيد توقفنا شويه على البرودكسيون دي كولور اي تو توا رجعنا برشا un large choix de couleurs même un nouveau produit فيه le mélange بين les couleurs les paillettes et tout حاجه نتاع سيف مزيانه برشا اسي بيان سور مرحبا يا عايشه ميرسي بوكو منال مره اخرى وان شاء الله نجيب حلينا في حلقات اخرى ان شاء الله نزيدو نحكيو اكثر على لونغلوري وان شاء الله لي كونساي وصلوكم وين ما موجودين كذا ذي الاكسبير دو جور بالنسبه لليوم نخليكم مع قايد زانيمو كي العاده الناس المغرومين بتربيه الحيوانات conseil en animalerie مع l'équipe نتاع زانيمو ومن بعد كي نرجعو عسلامة ومرحبا بكم في وقاية زانيمو الميساج نجاوبو عليه اليوم هو كلبتي حبلة اسكو لازمها كالسيوم والا لا
قبل كل شيء نحب نقول لك ربي يوصل بالسلام. اما الاجابه هذه جو بريفير نخلي دكتور فاينين المنصوري هي اللي تحكي لنا على البيزون تاع الكلبه الحبله واسكو لازمها كالسيوم ولا لا. حاجات الكلبه الحبله مش كيف ما حاجات الكلبه اللي ما عندهاش صغار في كرشها، دونك الماكله نتاعها لازمها تكون اكثر غنيه بالطاقه على خاطر عندها صغار قاعدين يكبروا في كرشها. جينيرالمون يلزمنا ان ابور اون بروتيين دو بون كاليتي، هذه حاجه. حاجة ثانية الابور نتاع أوميغا 3 وأوميغا 6، والحاجة الثالثة هي الكالسيوم اللي باهي للنمو نتاع الصغار بيان سور والبرودكسيون نتاع الحليب. مانيش باش نحكيو كان على الكالسيوم على خاطر الكالسيوم مربوط بالفوسفور. يلزمك تختار ان برودوي فيه ان رابور فوسفوكالسيك باهي للكلبة نتاعك سولون البوا سولون لا راس وقداش عندها صغار في كرشها. دونك بو ريزومي شوية هكا كلام دكتور فاينين، من المستحسن نحسنوا في التغذيه نتاع كلبتنا قبل ما نلجؤوا للي كومبليمون اليمونتير، كيما مثلا اذا انت كلبتك حبله تنجم تلجأ للي كروكيت بابي ولا لي كروكيت اكتيف اللي تمشيو مع الكلاب سبورتيف اللي يستهلكوا اكثر طاقه على خاطر نقاو فيهم اول حاجه اكثر كالوريات واون بلوس اكثر كالسيوم. باغ كونتر اذا قال لك البيطري نتاعك ان انت تستحق باش تزيد كالسيوم ابار اون كومبليمون اليمونتير، وقتها ننصحك بالكالسيوم دو شي دكتور كلودورس المبالغ فيه اللي لازم فيه كالسيوم اون بلوس فيه فيتامينات ومكونات اخرى اللي تخلي الكالسيوم يلصق على العظم نتاع الكلبه. ان شاء الله نكونوا جاوبنا على السؤال نتاعك، وانتم زاده كان عندكم اي سؤال تنجموا تتصلوا بينا على الواتساب 20 43 43 43، وما تنساش تعملوا فولو للباج انستغرام تاعنا زانيمو تونيزي. يلا ان شاء الله نهاركم زين ومع بي حيوانات. كانت هذه وقايه زانيمو نصيحه اليوم، تابعونا كل يوم في نصيحه جديده مع وقايه زانيمو. رجعت للكوجينه بحذا شريف دالي، دونك التبقبيقه نتاع الفلوتي قريب تحضر، ذي مرقتها سي صحيح مرقناها بالماء جوها دونك تحضر في اللحم المفروم لهنا خلينا كعيبه ونص بصل اللي بداو مقصوصين اون كوب زيت زيتونه شويه ثوم، وناخذوا اللحم نتاع مفروم نتاعنا نتاع كوستيليا الحيمات باهين وفريشكين ثم نسوتيوهم بالقدا بالقدا ومن بعد باش ناخذوا التوماتون كوب نتاع سيكام وكيف كيف زاده باش ناخذوا المعجونه توماتو دوبل كونسونتري نحطوا شويه هكا وشويه شويه هكا شويه هكا باش تجينا كيكه محمره مزوزه خاطرها طماطم 100% نذكر انه الغوسيت اللي باش تعملها فيها اون كوش نتاع اللحم مفروم اون كوش نتاع البطاطا بيوري دو بوم دو تير هكا هاو من بعد تشخشيخه بالقديم ومن فوق نتاع الفخوماج باهي قعدنا من هنا باش نختاروا المره هذه الموتزاريلا باش هكاك تبدا ذايبه كيما اللازانيا. باهي غادي نجيب لك الموتزاريلا. باهي. نتاع مريح. فوالا. دونك احسن حاجه لا فريشور في البرودوي على خاطر لومبلاج هذايا كي نحلوه وحنا ذقناه مش لي برودوي الاخرين الكل يقعد فريشك على الاخر. وي. البرودوي. دونك هنا الفيه نتاعنا باش يكون ساهل اللي هو شويه فلفل اكحل. وشويه ملح. فوالا باهي دونك انت حضرت ال البوغي نتاعنا ديجا يذولي حاضر مدها شايفه البوغي نتاعنا حاضره اللي هي لهنا كيف كيف حتى هي باش نفوحوها بشويه ملح وفلفل اكحل وشويه نوع البيسكات ونحطوها فوالا وهذوما الكل باش يتخلطوا بالقدا بالقدا دونك الكوش الاولى لحم مفروم دونك الكوش الاولى لحم مفروم والثانيه بطاطا دونك هذايا الهاشي بارمونتي ومن بعد نحطوا فوقه الموتزاريلا نتاع مريح اللي هي 100% لي دو فيغ بيان سور. دونك هذايا هو المول نتاعنا اللي باش نخدموا فيه. دونك لهنا باش يكون عندنا الطبقه اللوطة اللي هي اللحم مفروم والطبقه الفوق الفوق اللي هي باش تكون بطاطا بيغي. انا عجبني الطبقه نتاعك خاطر ساعات نلوش حاجه مش غارقه برشا ما نلقاش مش مويتها. مزيان في صافي ساعتين. شريته بعد؟ باهي. اكيد. باهي شيف دونك مازال شويه اللحم مفروم يزيد يتقلى وبعد تحط لي دو كوش دونك كوش اللحم مفروم كوش نتاع البيغي ومن بعدها الموتزاريلا ونحطوه قداش في الفرن؟ ياخذ في الفرن كل شيء طايب هو البطاطا طايبه واللحم كيف كيف طايب جوست غراتيناج هكا. باهي تخي بيان شيف باش نمشيو نحكي على موضوع حساس باهي على خاطر ساعات الصراحه تغيب وقت اللي لي كوبل يقروا باش يعرسوا ينجموا يحكيوا في برشا مواضيع فما مواضيع كل واحد إليفيت باش يحكي فيها دونك بعد شوي باش نحكيو على سبب واحد من بين أسباب الطلاق اليوم في تونس الأمور المادية والعرك اللي يظهر بعد العرس وبعد ما يلقاو رواحهم تحت سقف واحد ما يحدوش المسؤوليات وما يحكيوش في النقاط هذوما الكل قداش مهم الحديث في المواضيع هذا في فترة التعارف والخطوبة ما قبل الزواج هذا كل نحكيو فيه بعد ما نخرجوا فاصل صغير ونرجعوا مع بريك فاميلي.
رجعنا معكم مرة أخرى في برنامج نهاركم فل. مرحبا بكم على قناة الحوار التونسي. قبل ما نخرجوا فاصل بالضبط قلت لكم باش نحكيوا اليوم في روبريك فاميلي على واحد من بين أسباب الطلاق اليوم في تونس بين لي كوبل، هو الأمور المادية الماديات اللي ما يصيرش الحديث فيها بكل شفافية وصراحة قبل العرس. قديش مهم النقطة هذه، مهم الحديث فيها، كيفاش يتم تناولها جوستومون وقت اللي زوز يحسوا روحهم متحرجين باش يحكيوا في الموضوع. يحضر بحضرنا في البلاتو دكتور وائل مقدم، بسيكياتر سيكسولوج وثيرابوت دو كوبل، باش يحاول يعطينا بعض لي كونساي باش اون ايفيت سو جون دو بروبليم. مرحبا بك دكتور. عايش كيفك؟ نورتنا اليوم في البلاتو. دونك على حسب احصائيات وعلى حسب خدمنا برشا على الموضوع هذايا في نهار كفل ونراو في لي شيفر في تونس، اون با بوزوا حتى بلي ستاتيستيك، نسب الطلاق مرتفعه من بين اول ثلاثه اسباب، وانت تعرف يدور لي العنف الزوجي، الخيانه الزوجيه، والمشكل نتاع الماديات. لو توب 3 هذايا لازمنا نعالجوهم الاشكاليات باش نجموا نلقاو حل. اليوم اخترنا الموضوع هذا بالذات خاطر ما يتحكيش فيه برشا برشا. تجيوك دي كوبل على المشكل هذا معناتها في لي ثيرابي اللي تعملهم؟ والله يجيو بور لي 3 ريزون كو تو بنفس الاسباب. احنا السبب نتاعنا اليوم هو الامور الماديه، هل يجيو بعد العرس ولا قبل؟ جينيرالمون ما يجيكش الكوبل في تونس، ما يجيكش يقول لك راه مشاكلنا ماديه، يجيك وقت فما مشكله، يجيك معناها يجبد على المشاكل الثانيين ومن بعد يقول لك تي حتى في الفلوس. فهمت؟ اما ما يجبدوهاش، سي ان بو تابو. فهمت؟ ويعطي واللي والشاكي اللي باش يحكي لك على الاسباب الماديه باش يخرج في صوره الماتيرياليست اللي هو ما يحبش يظهر فيها، دونك يجيبها بطريقه اخرى ومن بعد يقولها لك. هو حتى في الفلوس ماهوش موجود. دكتور باش ندخل معاك في تفاصيل الموضوع، ما قبل نستدعاك انت والناس يتفرجوا فينا، خلينا نعملوا طلع على تونس اش قالوا في الموضوع هذا، خاطر احنا خرجنا في ميكرو الحوار التونسي ونهاركم فل في ميكرو تروتوار وسالنا السؤال هذايا، وهاو تونس شنو جاوب. الامور الماديه أكثر حاجة تأثر على العلاقة الزوجية، أكثر حاجة يكذب عليك، ما فما حتى شيء يعمل خلاف بين المرأة والراجل. أنا جي فيكو لا سين، معناها نحكي عن معناها على روحي أنا، شنو اللي أثر على حياتي بيني أنا وراجلي؟ الفلوس. فلوس هي اللي تأثر بين العلاقة بين المرأة والراجل. علاش؟ خاطر حتى ولو يحكيوا قبل العرس ويتفاهموا أنا نعمل هذه وأنا نعمل هذه، من بعد يولي الحمل الكل على المرأة. تنجم تقول حتى البوز، هذا البوز ساعات نسامع، انا ما ريت برشا نسامع يعاونوش رجالهم، تقول لك انا حتى ربع جناريه ما نشريش، يشري هو كل شيء، اذا كان باش نشري مره تو يتعود. اذا الراجل ولد اصل وبنيه بنت اصل راهم ينجموا يكملوا مع بعضهم عادي جدا، يعاونوا بعضهم باللي نجموا، فهمت؟ مش كيستيون معناها انت باش تاخذ راجل مش باش ياخذ فلوس، ولا مش ياخذ امراه مش باش ياخذ فلوسها، لكن بوغ لو مومون توا ولد تسال عليها هي تخدم ولا هو يخدم ولا، وولت الماخذه تغاط عليها الماده اكثر من عليها العلاقات الانسانيه والحب، حبينا ولا كرهنا، معناها توا شلقاه بطال ما تقعدش معاه. ما بالحق فما يعني لي كوبل يتعاركوا برشا على الفلوس، فهمت؟ بالنسبه لي انا كمعرسه فهمت؟ عادي يعني فهمت؟ عندي ولا عندهم فمش فرق. فهمت؟ عندي انا ولا عنده هو عادي يعني يصرف هو نصرف انا فهمت؟ عادي متفاهمين والحمد لله وعايشين ولا باس. انا مثلا واحد من الناس عرست، قلت لها يا بنت الناس راه ما عندي شيء وصابره معايا، عندي 12 سنه عرس انا تو، ولدي الكبير عمره 9 سنين وما عندي، ما نكذبش عليك ما فهميش مشكله تاع الفلوس. فوالا دونك هذايا توانسه شنو اللي قالوا في الميكرو تروتوار. سمعت الدكتور شنو اللي تقال، اللي هو سمعنا برشا حاجات، فما شكون يقول انه هي السبب الرئيسي، فما شكون يقول عندي ولا عنده كيف كيف، هل انه نخليوها الحكايه الياتوار والا فو نحدوا من نهار الاولاني قبل العرس بكل شفافيه ووضوح كل واحد شنو مسؤوليته؟ هو حتى كان قبل كنا سبونتانيمون نجموا نخليوها الياتوار، مي توا بحكم لي ستاتيستيك بينوا اللي هي باغمي لي 3 première raison de divorce, de séparation. Donc, les hommes ne sont pas aléatoires, les hommes ne sont pas au minimum. Mais avant de parler du problème, il faut définir la notion d'argent. خاطر الديفير معناها تتبدل المعنى، سو كو ريبريزونت لارجون يتبدل دون بيرسون ا اون اوتر.
وهذا إلي ديتيرميني باغ لو فيكو دو لا بيرسون. مثلا مش كيما انسان ترعرع في بيئه معناها فيها شويه ضايقه ماديه، فيها شويه حرمان، ساعات يسمعك الكلمه نتاع لا هذه غاليه، لا هذه ما نجموش نشريوها، لا ربوك ما عندوش، لا لا ما نجموش نعملو كي فهمت، ما ينجمش يبدا عنده لا نوسيون دارجون كيما عند واحد عمرها ما سمعها الكلمه نتاع ما عندناش، والا ان شاء الله المره الجايه، والا ما فهمش فلوس، والا فهمت. دونك من بعد باش واحد باش تطلع عنده اون نوسيون، لي دو نوسيون برانسيبال اللي هي واحد لارجون سي ان بوت دون لا في، معناها الهدف نتاعو يولي عنده فلوس. كيما ساعات تسمع في الميكرو تروتوار بنات تقول لها شنو تحب الراجل، قال لك نحبه لاباس عليه، من بعد نحبه ما نحبوش، كبير صغير، مزيان مش مزيان، عنده الفلوس وكل شيء، فهمت، ان بوت. كيما الاخر اللي ما تعرضش للمشكله نتاع نقص في فلوس يستعملوا كاوتي، كيما ابوه علمه ولا امه علمته الفلوس شنو، يستعملوا كاوتي بوغ être heureux معناها فهمت. دونك هذه لا ديفينيسيون يمكن تختلف من شخص لاخر، ولكن وقت اللي يكونوا ان كوبل فما حاجات دي ستاندار موجودين عند العائلة الكل، السكن، الماكلة، الشراب، لي فاكتور، اللي هما حاجة ريبيتيتيف معناتها سيكليك تتعاود في كل مرة، ما نحكيوش على لي زيكسترا والحاجات اللي دونك هذوما من أسس بناء ان فويي ومنزل وكل شيء، هذوما النقاط كيفاش يتم الحديث فيهم. اليوم وقت اللي جوست معناتها وحدة في الميكرو تروتوار قالت ومعناتها فما نساء ما يحبوش يعاونوا مثلا رجالهم، اليوم المجتمع هو ديجا تبدل اون ميوتاسيون، قبل المرأة قاعدة في الدار، اليوم المرأة تخدم، الرجل يخدم، كيفاش لا ريبارتيسيون دي رول؟ هو يفو سافوار انو لا ترانزيسيون بين لو سيليبا ولا في دو لا في اون كوبل في ترانزيسيون كبيرة برشا، فرق بين انسان كان في دار ام وبوه ماكل شارب راقد وكانوا يخدم شهريته اللي هو يصرف على روحه وعلى فريد وعلى بين انه باش يولي في كوبل باش يولي يصرف على اون فان دو كونت ان اترونجي ما تربطوش به ان ليان دو سون ان اترونجي اون فان دو كونت وباش يولي يصرف على دار ان فويي باش يولي يشري في الماكله اللي هو قبل كان ما يخممش فيها باش يولي يخلص في فاتورات هذا سي اون غروس ترانزيسيون اللي هي باش تحط كونفرونتاسيون في البوسيسيون معناها لانستان دو بوسيسيون امتلاك حب الامتلاك يفا سو كونفرونتي انه باش يولي يعطي لحد اخر مش الروح فهمت دونك هذا ديجا في حد ذاتها اون غروس ترانزيسيون باهي تو كيفاش معناها انا طفل وطفله قلنا نخليوها الياتواغ ولا نمشيو بها هكاك انت قلت الياتواغ ليه؟ الياتواغ تعمل مشاكل خاطر ينجم الحب من الاول اللي هو اعمى هو لامور ايت افوغ فما ان بروفيرب يقول لك لامور ايت افوغ بقيت البروفيرب يقول لك مي لو مارياج لو بيغون لا فيو اي فوالا اكزاكتومون العرس يرجعوا يشوف كيفاش شنو معناه؟ معناها انت ساعات تبدا امبورتي باغ تو سكي سونتيمون تو سكي ايموسيون حب غرام اون فا فيفغ دامور اي دو فريش كيما يقولوا ما حشتناش كيما ساعات تسمع رجال يقولوا انا خبز وزيتون ونعيش معاك حتى في اس بلس زيرو وكذا من بعد الواقع حاجه اخرى من بعد باش نصطدموا بالواقع مالوريزمون على خاطر قبل لي سونتيمون بعد اوكي حتى كان يقعدوا موجودين بعد باش نصطدموا بفاتورات باش نصطدموا بكري باش نصطدموا برشا حاجات اللي هو من بعد باش نتحطوا في وضعيه شونجمون دو ستاندينغ سورتو مثلا طفله ولا طفل كان عايش في ان ستاندينغ معين من بعد يفا باسي ان ستاندينغ معناها ماهوش ممكن ماهوش هذاك الكل ينجموا نحن اون اسبيغ اللي يطلع ستاندينغ مي كان ستاندينغ يتيح غادي باش يصير ان شوك دونك فو ميو الوضوح دونك هي المراه من حقها انها تقعد تحكي معاه تقول له انا هاو شنو انتظاراتي لا في دو كوبل معناها وقت اللي نكملوا لي فيستيفيتي نروحوا من فواج دو نوس كي نسكروا باب الدار على رواحنا هاو انا شنو يعني تخيلوا السيناريو ما بعد الزواج ويحكيوا فيه هي تسمى لا بروجيكسيون يفو سو بروجيتي ابخي لي فيستيفيتي ابخي وقت اللي صاير روحنا وفاش جاو الكل سكرنا باب الدار فوالا لهوني كي نحكيو على المسؤوليات الامور الماديه كما قلت لك سمعنا في الميكرو تروتوار الحديث على انه مثلا سا ديبون من ستاتيو نتاع الكوبل ساعات فام فويي الرجل يخدم وساعات الزوز تلقاهم يخدموا اليوم برشا يقول لك الحمل يتيح على واحد ساعات وقت اللي باش يتعاونوا ماديا اوكي ولكن المرأة تلقى روحها ساعات في مسؤوليات في الدار بعد الخدمه
يروحوا زوز تعبين مع ستة متاع العشية. ساعات تقول لك زابي في التلفزة مادام تدخل طيب العشية وتغسل معهم وتلهب الصغار وتكمل اون دوزيام اكتيفيتي في الدار. كيفاش يحكيوا جوستومون في هالليكيليبر يتخلق باش كل واحد يحس روحه مرتاح في العلاقة؟ وي هو لوبجيكتيف سي انه الراجل ما يحسش روحه ليزي، معناها ما يحسش انه الدهك عليه هو ولا. ولا المرأة متحس نفس الحكاية دوني دو سونس كونت كما حكيت في الموضوع كي حكينا في الموضوع الاخر نقول لك يفو اتر بلو فور ا دو كو شاكان سول، معناها وقت اللي نحلوا ان فوايي ونسكنوا مع بعضنا باش نوليو خير من اللي كنا كل واحد وحده على روحه. هذا لوبجيكتيف. دونك نقعدوا نحكيو مثلا هاو انا شو نصور يا بنت الناس، هاو انا شو نصور، وهي تقول له هاو انا شو نصور، ولا تقول له انا راني في الدار راني قريت وما نحبش نخدم. كيف كيف هو ينجم يقبل كيما نجم ما يقبلش. قاعدين نسمعوا بشويه بشويه في الحكايه نتاع انه المراه تخدم دار وشارع. اللي هو شنو معناها في الشارع تجيب في شهريه كيفها كيف الراجل وتروح، هو الراجل كيما نقولوا يقعد قاعد وهي تمشي الو الصغار والعشاء. اللي هو ساسفي با معناها بوغ ايتر ايكيتابل اونفير لي دو بارتنير لازم هما الزوز ايتون دوني خدموا في الشارع اوكي حتى في الدار لازم الزوز يخدموا في الدار. مثلا الزوز يقسموا صغارهم، انا لا نشد الطفل وانت تشد الطفله، ولا انا نشدها شويه نشد شويه وانت تشد شويه. معناها لي كورفي مثلا تطيب مسحان التنظيف كذا، فمش علاش معناها يعني اليوم انت بس سورتو انك قريب من المجال هذايا وتفترى في دي كوبل. اسكو يوصلوا اليوم لي كوبل فك فتره الحب والغرام ولي ريستورون والسينما والورده الحمراء انهم يحكيوا على لي تاج ميناجير ويحكيوا على الصغار ويحكيوا معناتها فما دي كوبل يخلطوا للمراحل هذه تاع ديسكوسيون ولا يكتشفوا الطرف الاخر ويتصدموا بعد العرس؟ هو وقت اللي يبدا نيفو كولتوريل معناها واكاديميك مرتفع وتكون فما ان بو لا كونسيونس اي ايفي معناها باش يحكيو فيه باش تطرح معناها هي لا موندغ دي شوز سو ني با تابو باش تقول له شنو هي معناها ا بو بري شنو تتصور. هو ينجم ينشدها زاده ما فماش علاش نحن باش نبنيو معناها عباره مشروع مع بعضنا اون كومباني معناها فهمت شركه مع بعضنا فهمت. دونك فماش علاش انا داخل براس مال وانت داخل براس مال، راس مال نتاع فلوس لهوة وقت سنتيمون كل شيء شي. معناها لازمنا نكونوا واضحين في كل شيء، لا ترونسبارونس والشفافيه هي هذا. ودونك لي كوبل فما دي كوبل اللي يطرح الموضوع سونز اوكان تابو من غير حشمه. آخر سؤال هالاجتماع هذا الهام اللي باش يصير ما قبل الزواج هو باش يصير على مراحل مش في قاعدة واحدة وقت اللي هما باش يعرفوا بعضهم أو فيغ مزيغ، من المستحسن يكون أوي كلو بين الشخصين بيدهم؟ مش باهي تدخل أشخاص أخرى، تدخل العائلة، تدخل فما بعض العائلات يحكيوا فيه جوستومون ولكن أوفيرتومون بحضور الناس الكل؟ لا فوميو هي في جابون لما حالة وصلوا النيفو نتاع السي في سيفي جيب سيفي نتاع مارياج شال الفيش دو باي قد يخلص شنو عنده ممتلكات سي سا يجيبوا للعائله ولا للبارتنير؟ لا العائله لازمها تعرف كل شيء، زوز عائلات معناها سي ان مارياج دافير فهمت. ومن بعد يتعرف يغزل لي حاب تقول له قول الحمد لله اللي جيت تونس يا شيف الحمد لله وي اي وقت اللي من بعد تو نتقابلوا اون فوا سافا معناها فما تقارب اجتماعي عائلات كبار اي معناها العائلات يتفاهموا في بعضهم ومن بعد خلينا ننظموا لهم رونديفو باش يتعرفوا. تنجحوا الزيجات هذوما معناها تصور مناش؟ ما عنديش فكره ياسر هذولي اكزاجيراسيون في السونس الاخر وي سي ليكستخيم مش الشيره الاخرى مي فوميو نحن كان باش اون غيست سور اون نوت بوزيتيف نقولوا ساعه نبدا اون مي لي شونس توت لي شونس دو نوت كوتي شنو معناها؟ معناها انه نكونوا واضحين خاطر من بعد اكوا بون معناها انت تخبي من بعد باش تتكشف ومن بعد باش تولي مشاكل. دونك فو ميو نحن كي نبداو واضحين ومي توت لي شونس دو نوت كوتي وكل وان شاء الله يمشي المشروع ولا. فهمت. دونك نحكيو فيه افيك اون ديسكوسيون كليغ اي اكليغي نعرفوا روحنا شنو نحبوا معناها اون اكسبوز نو فينونس بالضبط. بعد نحكيو في لي بروجيكسيون تاعنا شنو هي امالي من بعد شنو هي الستاندينغ اللي نحب نعيش فيه شنو هي مي زاتونت مي زاسبيراسيون فينونسيير ا كور مويان اي لون تيرم سا سخي بيان
مثلا فما حاجات نتاع ستوندينغ اللي باش نعيشوا فيه تو. فما حاجات الناس ما تحبش تكسب دار في حياتها. فما حاجات اي اموان تيرم باش نكسبوا دار ملك باش نقدموا على كريدي. الون تيرم فما ناس حتى تتخمم في لا روتريت لاج دو لا روتريت وقتاش نخرجوا بالروتريت وقتاش نعمل نكسبوا. دونك تو سو ديسكوت فينالمون هي الحل الوحيد هو الوضوح ونبعدوا على لي تابو هذوما والكاموفلاج من الاول ما يهزناش نقولوا احنا جوست المشاعر هكا. ميرسي بوكو دكتور. يعطيك الصحة دكتور وائل مقدم اللي هو بسيكياتر سيكسولوج وثيرابيوت دو كوبل اللي حكيت معنا في الموضوع هذا. ان شاء الله لافورماسيون والمعلومة والنصيحة وصلت للي فيوتور كوبل اللي تبارك الله صيف السنة حافل باللي دا دو مارياج سور بوكي وان شاء الله سورتو ربي يطول العشرة ويداومها. هذاك هو البي الفايدة. ان شاء الله في حلقات أخرى نرجعوا نحكيو على مواضيع أخرى. دكتور نشكرك برشا. احنا باش نمشيو للروبريك بدل حياتك قبل ما نعمل دريساج فينال مع شيف دالي على خاطر المنيو نتاعو احضر باش نمشيو نحكيو على العنقود الزنا في بدل حياتك. اليوم في بدل حياتك تحضر بحضنا دكتورة منى مازح طبيبة مختصة في الأمراض الجلدية والتناسلية ومعها باش نحكيو على الزنا معروفة احنا بالدرجة التونسية نقولوا له العنقود. دكتورة مرحبا بيك. عسلامة. يعيشك لله. مرحبا بيك بحضنا اليوم في بدل حياتك. نحكيو على بالدرجة احنا نقولوا له العنقود اللي هو الزنا أسباب ظهوره عند بعض الأشخاص والحلول اليوم العلاجية والطبية الإشكال هذية. مع العلم أنه كان تعملنا توصيف صغير قبل كل شيء الناس ما عارفوش على شنو قاعدين نحكي وعلاش سميه عنقود ذولي لا فور هلا كما قلنا العنقود بالدارجة بالعربية بالعربية الحزام الناري وبالفرنسي دوك لو زونا الحزام الناري هكا الاسم نقول لكم بعد علاش خاطر فيه برشا وجعة دونك الاسباب نتاعو دونك هو مرض فيروسي السبب نتاعو فيروس اسمه في زد في فاريسيل زونا دونك هو نفسه الفيروس اللي يتسبب في البوزوغار داكور دونك البوزوغار شو فاكروا اللي هو مرض جلدي يجي جينيرالمون عند الصغار يبداو هكا حبوب يبداو ينتشروا على البدن يحكوا مع شويه سخانه وفشله دونك من بعد ما يتنحى البوزوغار ويبرى الصغير لكن الفيروس هذاك يقعد في البدن ما يتنحاش يقعد في الغونغليون في العقد العصبيه ويقعد مدى الحياه داكور عند الناس الكل دونك هو 90% من الكبار عملوا بوزوغار في صغرهم منهم 20% ينجموا يعملوا زونا داكور بي وقتاش وقت اللي المناعه نتاع البدن تنقص مرض ارهاق دويات كيما لي كورتيكويد دونك ينقصوا في المناعه في البدن وقتها الفيروس اي سو رياكتيف يعاود يظهر اما ما عادش في صوره بوزوغار وقتها يجي في صوره عنقود فوالا وين ان جينيرال يطلع البلايص نلقاو فيها الوغ هو العنقود دونك على عكس البوزوغار اللي يجي حبوب في البدن الكل دونك العنقود يجي في بلاصه معينه مثلا يا يد يا ساق يا عين يا اذن يا يمين يا يسار داك دايوغ ما يجيش مثلا في زوزيدين ولا في زوساقين دونك يجي في بلاصه معينه البلاصه هذيك يظهروا فيها حبوب يبدا هكا فيها منبلين هكا شويه بالماء منبلين بالماء ويبداو بحذا بعضهم ويجوا في صوره عنقود دونك هذاك علاش التسميه نتاعهم معناتها الحبوب في عوض ريبارتي على الكل يجيو بجنب بعضهم هكا الكل كاين يجيو بحذا بعضهم في زون معين مثلا كيف في اليد مثلا مش يجي في هكا بحذا بعضهم ويبداو في عنقود مع الاعراض الجلديه فما برشا وجع دونك الوجعة هذه تنجم تسبق الأعراض الجلدية مثلا جمعة قبل تبدأ المريض يحس وجعة في بلاصة معينة وخلال الجمعة الأيامات اللي بعدهم يبدأوا يظهروا كل الحبوب وإلا تنجم تجي مع الأعراض الجلدية وفي 35% من الحالات يقعدوا بعد ما يتنحوا الأعراض الجلدية الوجعة أي الوجعة معناتها تلقاها الباسيون برا وكمان يقعد مازال موجوع وجعه كبيره فوالا دونك هون معناتها الفتره ولا المده اللي تقريبا يقعد فيها حتى كشي اللي يتنحى ايامات اسابيع ايامات هو جوستومون هو على حسب البريزون شارج على حسب وقتاش مشى يعدي وقتاش خذ الدواء نتاعو فهمت فوالا دونك على قد ما يعدي على بكري على قد ما دونك باش ياخذ الدواء على بكري على قد ما الاعراض باش تنحى فيسع والوجعه تنجم تخف فوالا احنا اللي نعرف
انه البوزوغار معدي، معناتها هل انه زونا كونتاجيو ولا لا؟ اي الوغ يعدي في حاله يكون المريض اون كونتاكت مع شخص ما مرضش بالبوزوغار. اي وكي تعدي تعدي يمرض بوزوغار ولا يمرض بالعنقود؟ لا هو يمرض بالبوزوغار ما ينجمش واحد عمل يعمل عنقود وما صارلوش بوزوغار قبل، معناتها لازم يكون عنده البوزوغار ومن بعد يعمل الزونا. دونك وقتاش يولي ما عادش معدي؟ وقت اللي العيون هذوك اللي فيهم السائل اللي هو غيش بالفيروس يشيحوا كومبليتمون، وقتها يكون ما عادش معدي. دونك هذاك علاش المريض ما لازمش يدخل اون كونتاكت مع الحوامل، الرضع، والاشخاص اللي عندهم مناعه ضعيفه واللي زاد ما مرضوش. فوالا دونك البريز ان شارج جوستمون انت قلت عقد ما تكون بكري ديما خير. اول حاجه كيفاش بكري فيق بها؟ اسكو يخرجوا كل ما بعضهم ولا فما دي سينيو قبل؟ بون كيما قلت لك مرات تبدا وجيعه وحدها المريض ماهوش باش يفهم شنو بالضبط، مي ديكو يخرجوا كل الحبوب هذوكم معناتها يقلقوا هما، لازم يمشي عدي يقلقوا برشا معناتها مع الوجاعه. جينيرالمون ماذا به ياخذ الدواء نتاعو في ثلاثه ايام الاولانيين، في ال 72 ساعه الاولانيين باش هكاك الدواء يكون افيكاس. دونك لي تريتمون شنو معناتها سو فورم؟ اول حاجه ساعه تعقيم الحبوب هذيك. ثاني حاجة فما دويات مضادة للفيروس تتاخذ مدة أسبوع، وبيان سور مضادة دويات مضادة للوجاعة معناتها خاطر وي وجاعة ديزونتالجيك. جوستومون أنت قلت قبيلة بالعربية الفصحى شنو اسمه؟ الحزام الناري. الحزام الناري معناتها للدرجة هذه الأوجاع كيفاش؟ بون هي الوجاعة تفرق من حسب المناعة وحسب العمر، مي جينيرالمون فما وجاعة كبيرة والدويات نتاع الوجاعة جوستومون تفرق على حسب درجة الوجاعة وعلى حسب درجة تحمل المريض. فوالا السؤال الاخير هي اللي قلت اغلبيه البوزوغار يجي عند الصغار، لان العنقود يجي اكثر عند الزوجات عند الكبار ابارتيغ من الخمسينات. اي معناتها الصغار اللي ما ينجموش صغار، معناتها فما حالات نتاع زونا حتى عند دي بيبي. معناتها يصير بون تبقى اغلبيه عند الكهول معناتها بعد الخمسينات. اخر سؤال دكتوره، هل انه بعد معناتها المريض ما يبرى من الزونا يقعدوا تسكال انه فما عندها تاثيرات على صحه الشخص، على امراض اخرى، على حاجه اخرى ولا لا؟ الوغ وقت اللي العنقود يمس مثلا العين يولي فما مشكله في البصر، وفي اقصى الحالات توصل حتى لفقدان البصر. وقت اللي يجي زونا في الوذن ياثر على التوازن نتاع العبد، على السمع زاده، ينجم يصير التهابات بكتيريه، ينجم يكون التهاب رئوي، فما معناتها ماذا بينا ديما وسورتو الوجيعة معناتها هذه هي المرات تقعد تقلق حتى مرات ثلاثة شهور بعد بعد ما يتنحوا. فوالا اما اون فوا برا وخذي تريتمون من بعد سي فيني معناتها يريسكو با يعاود مرة أخرى يمرض به. الوغ فما 1% ممكن ينجموا يعاودوا يمرضوا به وقت معناتها لو فيروس يسو رياكتيف يعاود يخرج مرات أخرين، مي إجمالا يمرضوا به مرة برك. فوالا يعطيك الصحة دكتورة. يعيشك. ميرسي بوكو جيت بحذانا وميرسي اللي وضحت لنا النقاط هذوما الكل. دكتورة مولي مازح طبيبة مختصة في الأمراض الجلدية والتناسلية، حكينا اليوم على الزونا العنقود كما نسميوه بالدارجة وبربي بالعربية شنو هو الاسم؟ الحزام الناري. الحزام الناري. إن شاء الله لطف عليكم الناس الكل وإن شاء الله صحتكم ديما بخير ولباس. دكتورة نشكرك مرة أخرى إن شاء الله في حلقة أخرى نحكيو على مواضيع أخرى تهم صحتكم. دونك أنت هذايا بدل حياتك لليوم إيدا يخت، وصلنا لآخر حصتنا للحلقة من نهاركم فل اللي باش نوفيوها مع شيف دالي وال الدريساج نتاع الطاوله نتاعنا والمنيو فينال نتاع حلقه اليوم. في اخر حلقه نهاركم فل اليوم مع شيف دالي خلطنا للدريساج اليويو الفولوتي والاشي فامونتي هكا ولا لا؟ اول حاجه تبدا باللونتخي واللي هو اليويو. لا اليويو باش نخليه للقهوه. تبدا باش نخليه للجولد كوفي برشا. تبدا باليويو خاطر غوسيت تحفونه ناجحه 100% وكيبات اليويو جاو يتقرمشوا كيما نحبوهم احنا. باهي. ومن بعد في الـ في الـ في, الـ في الـ اول حاجه ما نعطيو الغوسيت اليويو اللي هي فيها فرينه نتاع ليبيدور، عملنا 400 غرام فرينه نتاع ليبيدور، ثلاثه كعيبات نتاع عظم، وعملنا السكر اللي بالزهر نتاع فانواز وزدنا عليه زاده
كيف كيف الخميرة بتاع فانواز وزدنا عليه 100 غرام سكر هكا ولا ليندا 100 غرام سكر ومن بعد حضرنا الشحور نتاعنا اللي هو 200 غرام سكر 100 غرام ماء وعصير قارص حضرنا به الشحور نتاعنا تري بيان اوكي بعد نتعديو الفولوتي نتاعنا اللي هو ساهل برشا اللي هو حطينا البصل حطينا المارغرين تاع جولدينا وحطينا زيت كيف كيف شويه زيت صوتينهم شويه سفنيريا والقرع الاحمر العدس وحطينا الدجاج فوحنا بالملح والفلفل الاكحل خليناه تمشي تسلسل بعد نحينا الدجاج ورحينا الفولوتي وبعد الدجاج من فوق ومن بعد في البلا برينسيبال هاشي بارمونتي كما خاطر تشوفوا اللي هو عندنا اللحم مفروم نتاع كوستيليا صوتيناهم بالقدا في البصل والزيت زيتونه والثوم وعملنا مغرفتي نتاع طماطم اون كوب نتاع سيكام وكيف كيف مغرفه نتاع طوماط دوبل كونسونتري صوتيناهم شويه بالحبق والملح والفلفل الاكحل ومن بعد عملنا الفرشه من فوق نتاع البوري نتاعنا اللي هي كما خاطر تشوفوا فيها اللي هي بطاطا ملح فلفل اكحل شويه مارغرين وهكاك البوري نتاعنا حاضره ومن فوق زدنا التشخشيخ نتاع الفرماج تري بيان دخلناها للغراتيناج وخرجت حاضره باش خرجت حاضر هي الشيف يعطيك الصحه فريمون برافو كي العاده دي منو افيكاس رابيد سورتو على خاطر احنا وقت قياس نتاع ليميسيون تحضر فيه هذه الكل حاجه باهيه برشا ومع اليوديو قهوه وي بيان سور نشوفوا اليوم شعنا في الجولدن كوفي لا سيليكسيون اليوم لا سيليكسيون نتاع الجولدن كوفي قهوه سوليبل تحضر فيسا فيسا موجوده في 190 غرام 90 غرام 45 غرام ومن في ليستيك نتاع 2 غرام موجوده في البلايص كل لي غون سورفاس في العطار ومن في السيت www.goldencoffee.com فوالا ميرسي ريما يعطيك الصحه ان توكا السيت ديما تقول عليه فيه توت لا جام تاع لي برودوي جولدن كوفي وحنا بعد شويه قهوه مع اليوم نتاعنا شايف القهوه نعطيو كل يوم معنا يوم ايشانج ميرسي يعطيك الصحه شايف كالعاده والناس كيف كيف اللي تفرجوا فينا اليوم في برنامج نهاركم فول واخترتوا قناه الحوار التونسي نتلاقاو ان شاء الله غدوه في حلقه جديده كالعاده مع مواضيع جدد مع ضيوفنا نو زيكسبير ونو زانفيتي هوني في الاستوديو ومع منيو جديد وبنا وتصنيف قول لكم شاهي طيبه الناس الكل نتلاقاو غدوه ان شاء الله باي باي في الامان شاهي طيبه Thank you.